أسكر تسليما لبعض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الله صلاتكم وصيامكم وصالح أعمالكم في هذه الليلة المباركة، في هذا الشهر المبارك، وكما عودناكم في الطبعة التاسعة للمسابقة في كتاب الله من مسجد سيدنا القدوس يسوق الدرجة الدينية وشباب الحي، بأن تكون هذه الليلة تكريم للفائزين والمتوجين من المسابقة مسابقة كتاب الله. طبعا الشكر موصول لكل الشباب الذين قاموا على هذه المسابقة من شهر رمضان، وأذكر أعضاء اللجنة جزاهم الله كل خير، الحاج محمد علي وأباني العقاد والعبد محمد، جزاهم الله كل خير. هؤلاء الذين كانوا معيبين على مسابقة حفظ كتاب الله، فتأهل منهم 11 من بين 40 أو 50 مشارك في هذه المسابقة. طبعا نشرع مباشرة في توزيع الجوائز، ونبدأ بالقسم الابتدائي. وأول فائز وهو الحاج محمد عبد الحميد. الحاج محمد عبد الحميد، طبعا الجائزة والتمثيل بالشهادة الشرفية يصب اللجنة الدينية لمسجد الحاج محمود بإذن الله أن يمنحها الطالب الحاج محمد عبد الحميد هذه الشهادة بمناسبة مشاركته في مسابقة حفظ كتاب الله عز وجل، ونسأل الله أن تبارك على الإيمان والإخلاص في العمل ابتغاء رضا الرحمن والفوز بالجنة، وأن يجعلنا الله من أهل القرآن وقصصه. اللهم آمين. طبعا وفي مبلغ مالي معتبر لكل فائز. يتقدم والده إن كان موجود. والد الحاج محمد الحميد والد تاعو والد السلام عليكم أخو. الفائز من القسم الابتدائي طالب السمان عبد السلام. ان كان موجود وان لم يكن موجود يعني من يلوم عن والده وعن خالد السمان عبد السلام. يلا قول الاخو. اتفضل طلب الدور يا انسان. وكما قلت يعني سالفا بان تمثل في مبلغ مالي وشهاده شرفيه. المركز الثالث الطالب جبريل محمد سلطان. جبريل محمد سلطان والده ان كان موجود. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. المركز الثالث العربي العربي في الزهر والده ان كان موجود العربي في الزهر او من يلوم عنها العربي في الزهر. هذه اخر متسابقه من القسم الابتدائي. نذهب الى المتوسط الاناث من سلف الاناث الطالبه واسم راشد الواد نتاعها ليس موجود. يقدموا على
هو الشيخ بشير محمد. عيسى محمد، سيد عيسى محمد.